برحب بحضراتكم مرة تانية، والحقيقة أنا سعيدة أن أنا معي كابتن مصطفى عفروتو اللي دايما بقول عليه لاعب كبير، مهارات كبيرة، ومش بس كلاعب كبير وكنا بنشوف في منتخب الشباب كان مأدي إزاي وكمان مع النادي الأهلي، ولكن كمان على المستوى الشخصي بحب جدا أتكلم معاه في الكورة، وحد أخلاقه عالية جدا ودمه خفيف جدا، ومنورني يا كابتن عفروتو. انا مبسوط اللي انا معاك يا ساره، ودايما بالتوفيق كده، ومنوره شاشه النادي الاهلي، والف مبروك للنادي الاهلي وادارته وجماهيره الثلاثيه، وعقبال الرابعه في الطريق ان شاء الله. والنهارده بقى اسعد يوم في حياتي، النهارده عيد ميلاد بنتي لهفه 9/12. كل سنه وهي كل طيبه، سنه يا وهي رب. طيبه، تمت 5 سنين، ف كل سنة وهي كل طيبة. سنة وهي طيبة، ويا رب تشوفها دايما كده حاجة كبيرة وتبقى مبسوط بيها. وهي ما اسمهاش لهفة صح؟ اسمها تاليا. ايه تاليا لهفة بس بقى؟ احنا لهفة يعني. من مسلسل. من مسلسل. ربنا يخليها لك يا ربنا رب، يخليك يحفظها يا لك. رب يا تقريبا سارة. كل ما اشوفك اقول لك ان انا حضرت ماتش مصر وكوستاريكا وانا صغيرة ايوه، بتفرج انت ومنتخب الشباب. مكبراني ليه؟ لا يعني كنت اصغر من كده شوية. يا رب اشوفها زيك يا سارة كده ان شاء الله. واحسن مني كمان، ربنا تسلمي، ربنا يخليك يا رب. يخليك. نبدا بقى من دوري ابطال افريقيا كده، وشويه قبل ما ندخل في الفنيات انا عايزاك تقولي، شفت ماتش الاهلي والزمالك ده في النهائي فين، وكانت الكواليس عامله ازاي؟ بص، انا في منطقه شعبيه، فكنت بتفرج مع اصحابي، كنا في قهوه قاعدين عادي بنتفرج على الماتش. كنا اول ما جبنا الجون بصراحه كان الموضوع صعب، مش عايز اقول لك على الفرحه اللي كانت اول فينا جون خالص بتاع السولية. السوليه. كان لسه في اول 5 دقايق، فكانت حاجه بصراحه، حاجه احنا قلنا بقى خلاص هنكسب 3-4. فقعدنا بقى طول الماتش لما الزمالك اتعادل ابتدينا شويه ايه اللي احنا كان هدفنا الرئيسي، حتى واحنا قاعدين انا ومعظم صحابي الحمد لله بنفهم كوره، كان هدفنا الرئيسي اللي احنا ناخد البطوله، ما كناش مركزين اللي احنا نلعب كويس او لا، احنا كان هدفنا الرئيسي اللي احنا نحافظ على البطوله، وكان نفسنا ناخد البطوله التاسعه، فالحمد لله ده حصل. يعني الدنيا اترجت يعني عندنا بصراحه. جون قفشة بقى. ما انا بقول لك الدنيا عندنا اترجت خالص بصراحه. يعني بصي، كان صوت الاهلاويه متهيألي كان البيوت بتقع عندنا. كان عندك اي شك في النص كده يا كابتن انه ممكن لا قدر الله مثلا الماتش ما يروحش لينا، خفت بعد التعادل؟ لا ما خفتش، بالعكس. يعني انت كان عندك ثقه كبيره قوي لما اتكلمنا قبل افريقيا، وقلت لي انه انا واثق في المدرب وفي الجهاز الفني وفي اللعيبه، انه افريقيا بتاعتنا قبل المباراه، قبل حتى ما يتحدد ان الزمالك هو بالظبط الطرف كده. الثاني. وكمان يا ساره برضك احنا مش عايزين بس نقول حاجه للجمهور، اللي احنا معظم اللعيبه بتاعتنا برضك يا عيني كان برضك مش معظم اللعيبه كانت في حالتها. انت برضك لو معظم اللعيبه بتاعتنا في حالتها كان الموضوع فرق معانا 180 درجه. احنا كنا خلصنا الماتش من الشوط الاولاني، بس يعني مثلا لو حسين الشحات كان فايق كنا ممكن نكسب 3-4، لو اجاي كان فايق، بس برضو كتر خيرهم. انت فاهمه، ضغط عصبي وبطوله كبيره زي ديت، والجمهور على طول في ظهرهم عايز البطوله دي، والحمد لله اللي هم كانوا عند حسن ظننا يعني.